حدود بين سوريا وإسرائيل، فهذا المعبر يشكل نقطة العبور الوحيدة ويستعمله فقط جنود الأمم المتحدة وربما بعض المواطنين السوريين الذين يعيشون عند الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان. يستخدم أيضا هذا المعبر في نقل تجارة التفاح، وكل عام تمر عبره عشرات الأطنان من الجولان إلى سوريا، عشرات الأطنان من التفاح طبعا، كما تكمن أهميته في قربه من العاصمة السورية دمشق لأنه يبعد عنها نحو 65 كيلومترا فقط. المعارك تشتد بين قوات الأسد وقوات المعارضة عند هذه الجبهة من الجولان وبالقرب من المعبر، ورغم ذلك لم يستطع النظام استعادته. هناك اشتباكات أخرى تدور أيضا بين الطرفين بالقرب من بلدة الحميدية التي هي طبعا حدودية كذلك من أجل السيطرة عليها، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من المنطقة العازلة التي تفصل سوريا والجولان بالشق الذي تحتله إسرائيل. وهناك تدور معارك طاحنة بين قوات النظام والمعارضة تستخدم فيها قذائف الهاون، الصواريخ والدبابات أيضا. هذه المنطقة هي تحت مراقبة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة بقوات الأندوف، ويبلغ عدد جنودها 1223 تقريبا، وهم من 6 دول هي الهند، إيرلندا، نيبال، هولندا، إلى جانب فيجي والفلبين. لا تمتلك هذه القوات في تلك المنطقة إلا أسلحة خفيفة مثل مسدسات أو رشاشات أو سيارات عسكرية مصفحة غير قتالية، لأن مهمتها هي مراقبة الهدنة المقامة بين الطرفين. وأيضا من بين مهامها الحفاظ على وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وأيضا تسجيل انتهاكات إذا ما حصلت. مؤخرا طالبت هذه القوات حقيقة بصلاحيات أكثر، خاصة بعملية الاختطاف التي تعرض لها جنودها، والتي بحسب مراقبين فإن المطالب التي ستضاف بالنسبة للأمم المتحدة ستتلخص بشكل أساسي بأن يستخدموا السلاح في حالات الضرورة لكي يدافعوا عن أنفسهم في حالات مشابهة. ينضم إلينا من القنيطرة الآن من الجولان، من القنيطرة في تلك المنطقة، أبو المجد الجولاني، مراسل وكالة خطوة الإخبارية. مساء الخير أخ أبو المجد، وأهلا فيك بحدث اليوم. اليوم جبهة النصرة رسميا أعلنت مطالبها فيما يتعلق بالفيجيين المحتجزين لديها، هل في تفاصيل عن هالموضوع؟ هل في تفاصيل عن اتصالات تجري بين الطرفين أو عبر وسطاء